أهلا بكم. توتر جديد يضاف إلى مسلسل الأزمات المتراكمة والمتصاعدة بين المغرب والجزائر. الرئاسة الجزائرية تعلن عن مقتل 3 مواطنين جراء قصف لشاحناتهم على الطريق بين مدينة ورقلة الجزائرية والعاصمة الموريتانية نواكشوط، وتتهم الجيش المغربي بالضلوع في الحادث الذي لن يمر دون عقاب كما قالت. الرباط ردت عبر مصدر رفيع المستوى، نفى شن غارة على أي أهداف إن كان في الأراضي الموريتانية أو الجزائرية، متهما الجزائر بالسعي لافتعال أزمة. بالتفاصيل نبحث حقيقة ما جرى وتداعياته السياسية والأمنية مع ضيوفنا بعد متابعة هذا العرض. أرحب بضيوف هذه الحلقة. معي من نواكشوط الصحفي والمحلل السياسي إسماعيل الشيخ سيديا، من الجزائر أستاذ العلوم السياسية دكتور توفيق بوقاعدة، ومن الرباط الباحث في العلوم السياسية عبد الفتاح نعوم. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور توفيق، أصابع الاتهام وجهت مباشرة إلى المغرب في قضية مقتل الجزائريين الثلاثة. ما هي الدلائل لتوجه الجزائر مثل هذه الاتهامات بغاية الخطورة؟ تحية طيبة لك ولضيوفك الكرام ولكل المشاهدين. أعتقد بأن السؤال هو ما الدواعي التي أدت جعلت من المغرب استهداف مواطنين جزائريين عزل عابرين في خط تجاري يربط بين الجزائر ونواكشوط. وبالتالي أعتقد بأن من قام بالاعتداء هو من يسأل ما هو الدواعي التي أدت إلى القيام بمثل هكذا ممارسات. في تقديري أن المغرب تحاول جر المنطقة إلى أتون حرب يعلم بدايتها ولكن لا يعلم نهايتها. وبالتالي فأعتقد في تقديري أن هذه ما حدث في الفاتح من نوفمبر يحمل العديد من الدلالات التي حاول البيان الرئاسة اليوم قراءتها من خلال ما جاء فيها. فهي ففي تصوري كذلك أن بيان الرئاسة الجزائرية جمع بين الحكمة والحزم. الحكمة في أنه لم يتم الإعلان عن هذه العملية إلا بعد التأكد والتحقق من وقوعها والأدوات التي تمت الجريمة بها. كذلك أن هذا المكان هو خط تجاري وبالتالي هو ضرب للمصالح الاقتصادية لدولتين الجزائر وموريتانيا، وتوقيته كذلك يحمل رمزية أنه في غرة نوفمبر التي كان الجزائريون يحتفلون بتحررهم من الاستعمار الفرنسي قامت الطائرات المسيرة المغربية بضرب هذه وبالتالي إفساد هذه الفرحة. وبالتالي كذلك أن توقيته جاء بيوم واحد فقط بعد توقف أنبوب الغاز العابر للمغرب. ما هي المصلحة؟ ما هي المصلحة؟ الآلية التي قامت دكتور توفيق، ما هي المصلحة المغربية باستهداف رحلة تجارية على الطريق بين ورقلة ونواكشوط؟ أكيد أنه المصلحة الأساسية هي في الأبعاد ما بعد هذه الحادثة. المغرب تريد الضغط على الجزائر وعلى المنطقة كاملة من أجل الدخول في تسويات سياسية وفق رؤيتها فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية. وأن هذه مثل هكذا الأعمال، لا أعتقد بأن لم تجرؤ المغرب على مر الخلافات الموجودة بين الجزائر
المغرب، لن تجرؤ المغرب أن تقوم بمثل هكذا عمليات إلا بعد استعانتها بأطراف أخرى. بالتالي نحن في الجزائر نعتقد بأن القرار المغربي الآن أصبح رهينة لأطراف أجنبية تحاول هذه الأطراف الزج بالمنطقة والدفع بها إلى حالة الحرب. ومدرك جدا بأن صنع القرار في الجزائر يدرك هذه الرهانات، وبالتالي جاء البيان فيه كثير من الحكمة، وبأنه لم يعلن أنه سوف تكون هناك عملية مشابهة بقدر ما قال بأن هذه العملية لن تمر بدون عقاب، وأشكال العقاب عديدة ومتعددة. سأتي إلى هذه النقطة، لكن دكتور توفيق، سوف تكشف لنا الرباط التي قالت سوف يرد بها الجزائري. الرواية المغربية تقول بأن شاحنتين جزائريتين كانتا تحملان عتادا عسكريا لجبهة البوليساريو عبرتا حقلا ملغوما، وهو ما أدى لوقوع هذه الحادثة. أعتقد بأن الشهود العيان من الموريتانيين الذين كانوا شهود على الحادثة وتم نقل هذه الأخبار في مواقع موريتانية ومواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا تقول بأن هذه الحافلتين كانتا فارغتين، وأنهما تم إفراغ الحمولة في موريتانيا وهم عائدين إلى الجزائر دون أن يحملوا معهم أي شيء في هاتين الشاحنتين. بالتالي فالرواية المغربية هي رواية غير دقيقة وغير صحيحة ولا تستند إلى وقائع من أرض الميدان، والصور التي تم تناقلها على شكل واسع تؤكد ما أقوله الآن. سيد عبد الفتاح، إذن كل أصابع الاتهام تتوجه إلى المغرب في هذه الحادثة، في هذا الاستهداف الذي أدى لمقتل مواطنين جزائريين. ألا يبدو بأن الرد المغربي على استهداف بهذه الخطورة هو أقل من المتوقع؟ أنا في نظري، أهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام، أنا في نظري أن هذه مسرحية يعني سخيفة تقوم بها يعني الجزائر بإخراج رديء، والدليل على ذلك مجموعة من المؤشرات. أولا، هناك مجموعة من الأوراق التي سحبت من يد الجزائر فيما يتعلق بموضوع الغاز وفيما يتعلق بقرار مجلس الأمن الذي كان صفعة قوية لها، مجموعة من الأوراق التي يعني كانت تراهن عليها من أجل الضغط على المغرب من أجل أجندتها المعروفة سلفا التي تريد الإضرار بالوحدة الترابية المغربية انتهت. الآن هي تذهب إلى يعني عنوان آخر، هو عنوان القول بأنه يمكن أن تذهب المنطقة إلى حرب، أمر يتعلق بتهديد للأمن والسلم وما إلى ذلك، فقاموا بهذا الإخراج الركيك. لأنه لمن لا يعلم، نواكشوط وورقلا توجد في الجنوب الشرقي للجزائر، ونواكشوط بينها وبين ورقلا منطقة مفتوحة قوامها تم امتداد حدودي أو اتصال حدودي بين موريتانيا وبين الجزائر قوامه 4600 كيلومتر. يعني يمكن جدا لهذه 460 كيلومتر، يمكن جدا أن تكون هناك ممرات مباشرة بين نواكشوط وبين ورقلا. لا تحتاج أي شاحنة إلى أن تدخل إلى الأراضي المغربية أو إلى المنطقة العازلة شرق الجدار العازل التي هي منطقة مسلحة ومليئة بالألغام. إضافة إلى كل هذا، عملية تجارية أو شاحنة تجارية لا يمكن أن تمر في الرمال، هذه آلية عسكرية إن كانت قد دخلت إلى هذه المنطقة. إن لم تكن آلية عسكرية لا يمكن مطلقا أن تصل في وسط الرمال، لا يوجد تعبيد، لا توجد طريق معبدة لتمر منها شاحنات مدنية سواء كانت محملة أو غير محملة. إذن الأقرب إلى المنطق هو أنه هذه، إذا كان هناك يعني دخول إلى الأراضي المغربية شرق الجدار العازل، فإن هذه شاحنات عسكرية أو آليات عسكرية كانت تريد أن تمد عناصر بوليساريو بتمويل أو بتسليح أو بتموين أو أي شيء، واصطدمت بالألغام الموجودة في هذه المنطقة. والمنطقة شرق الجدار العازل لمن لا يعرف هي منطقة يعني توجد فيها ألغام، فيها حقول ألغام كثيرة، وهي منطقة مغربية، أراضي مغربية. يعني حتى إن كان هناك فرضية لأي يعني تدخل عسكري مغربي، هذه أرض مغربية. هذا يعني المغرب قال بعد القرقرات، بعد فض القرقرات، أنه ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار، ملتزم بعبور المدنيين وعبور الشاحنات وكل ما له علاقة بالمدنيين. وأخيرا يعني تقريبا إذا كان الأمر كذلك سيد عبد الفتاح، كيف يمكن لي احتجاجات توجد كيف يمكن للرباط المغرب للرباط إذا أن تؤكد بأن هنالك شاحنتين جزائريتين تحملان عتاد عسكري، وهذه التفاصيل الدقيقة، وأنها انفجرتا بلغم في هذه الحادثة، ألا يبدو أن هنالك شيء من التضارب؟ الحديث
الحديث يا سيدتي الآن هو فقط رد على الادعاءات، لأن البينة على من ادعى. قبل أيام كانت الجزائر تقول أن الموضوع يتعلق بقصف تم داخل الأراضي الموريتانية، وخرجت الموريتانيا لتؤكد هذا الخبر الكاذب. يعني موريتانيا ردت على الجزائر. بعد الآن يقولون أن الموضوع تم داخل الأراضي المغربية، يعني في الصحراء المغربية شرق الجدار العازل. المغرب يقول أنه إن كان هذا قد حدث فالأمر يتعلق بألغام. يعني الأمر هو رد على الادعاءات، لأن البينة على من ادعى. من يتهم المغرب هو الذي يجب أن يأتي بالأدلة. في محاولة فهم ما جرى أكثر أو ما إلى ذلك، اسمح لي أن أتحول لسيد إسماعيل في نواكشوط. نواكشوط نفت أمس وقوع هذا الاستهداف، ورئاسة الجزائرية أكدته اليوم واتهمت المغرب. ما سبب هذا التضارب في المعلومات برأيك؟ أهلا بك سيدتي، وأهلا بضيوفك الكرام وبمشاهديك الأكارم. نواكشوط نفت أن الحادثة وقع على أرضها، وهذا يعني أنه المجال الترابي الذي وقع فيه الحادث فيه تداخلات كثيرة جدا، لأنه موريتانيا هي دولة الطوق الصحراوي بامتياز، تربطها أزيد من 1000 كيلومتر مع الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المملكة المغربية والبوليزاريو. بير لحلو وعين بنتيلي هي يعني منطقة موريتانية ومنطقة صحراوية، وبها يعني سهول تستخدم للقوافل التجارية الصحراوية الموريتانية والجزائرية الموريتانية حتى قبل افتتاح المعبر الرسمي بين الجزائر وموريتانيا. أحيانا تميل السيارة يمينا إلى الأراضي الصحراوية وتميل يسارا إلى الأراضي الموريتانية، لأنه أصلا بعد الانسحاب الإسباني من منطقة الصحراء الغربية لم يحدث ترسيم رسمي للحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا، وهنالك تداخلات. حتى السكة الحديدية الموريتانية التي يبلغ طولها 650 كيلومتر أحيانا تمر بمحاذاة شديدة بالصحراء الغربية، والجدار العازل المغربي الذي أقيم للفصل بين 20% التي تخضع للبوليزاريو والتي يسمى المغارب مناطق عازلة ويسميها الصحراويون مناطق المحررة، و80% الخاضعة للسيطرة المغربية. هذا الجدار في أكثر من منطقة يمر من الأراضي الموريتانية. إذن هنالك تداخلات ليست ملحة لترسيمها، وبالتالي هنا وقع اللبس. أما بالنسبة لموقف الجزائري فأعتقد أنه تأخرا مشوبا بالحذر، وأعتقد أن البيان استخدم لهجة قوية وواثقة من المعلومة. ثم إن الشهود من النساء والرجال الصحراويين المدنيين أكدوا أن الشاحنتين وهما ضخمتان، لأن السوشيال ميديا أصبحت إعلاما موازيا، ظهر في الفيديو شاحنتان مدمرتان بالكامل، وظهر يعني شهود يذكرون أشلاء بشرية تطايرت على سيارتهم، لأن الأهداف لم تكن متحركة. الآن كلمة السر في البيان الجزائري هي أعتقد السلاح المتطور. السلاح المتطور هي كلمة السر في البيان الجزائري، معناه أنه الطائرة المسيرة التي في الغالب تستهدف أهدافا ثابتة أكثر من قدرتها على استهداف الأهداف المتحركة هي التي يعني أصابت الهدف وهي الفاعل الحقيقي. وبطبيعة الحال البيان أشار بأصابع الاتهام إلى المملكة المغربية، والمملكة المغربية سبق وأن استخدمت درون في اغتيال قائد الدرك الصحراوي الداهو للبندير في بداية المعارك بينها وبين الصحراويين، والتي يقرها الصحراويون لليوم 56 بعد 300، يعني سنة إلا 6 أيام، والصحراويون يصدرون بيانا عسكريا يوميا يذكرون فيه قصفا معينا لمواقع مغربية. توقفت عند البيان سيد إسماعيل، وكان لافتا بالطبع اللهجة التي توجهت بها الجزائر إلى المغرب بوصف هذا الاستهداف بأنه استهداف عدواني وهمجي. يبدو أن هنالك نوع من التصعيد الجزائري في المرحلة المقبلة دكتور توفيق، لا سيما وأن الرئاسة أكدت أن ما جرى لن يمر دون عقاب. ما شكل وحجم الرد المتوقع بقراءتك؟ أولا أعتقد بأن الرد الجزائري هو رد على فعل همجي وليس فيه، وبالتالي فردة الفعل هي طبيعية. بالعكس من ذلك، هناك الجزائريون من يرون بأن الرئاسة في بيانها كانت
أقل في حدة في لهجتها في التعامل مع مثل ما حدث اليوم في الفاتح من نوفمبر. أعتقد أن الجزائر انتظرت 3 أيام حتى تتحقق وتتأكد وتقوم بكل التحقيقات ومعرفة المصادر من خلال سواء الشهود أو من خلال الأقمار الصناعية ومعرفة الطريقة التي تم بها استهداف هذه الشاحنة. وبالتالي فمن يريد الدخول أو إدخال المنطقة في حالة من التوتر وحالة من الاحتراب أعتقد هي المملكة المغربية التي لم تراعي المرور الآمن للمدنيين كما تنص عليه الاتفاقيات الدولية، وأن المغاربة من خلال هذه من خلال هذا الفعل يؤكدون نيتهم المبيتة من خلال الأعمال التي كانت يقومون بها، وبالتالي فهي لم تكن راعية للإرهاب فقط بل تقوم بأعمال إرهابية. وبالتالي ما حدث اليوم هو إرهاب دولة لا يمكن السكوت. الرد الجزائري المتوقع. نعم، الرد الجزائري المتوقع أعتقد بأن اللي صنع القرار في الجزائر كل المعلومات ولديه كل الدلائل ولديه كذلك كل القراءة المتأنية للمغزى التي تسعى إليه المغرب. لا أعتقد أنه في البيان في نص البيان الجزائري هي دعوة لإشعال نيران الحرب بقدر ما فيها كثير من الحكمة ومن التأني. لدى الجزائر العديد من الأوراق التي يمكن من خلالها إلحاق العقاب بمن قاموا بهذا العمل الجبان سواء في سياق الدولي واللجوء إلى المحاكم الدولية أو من خلال كذلك إذا اضطر الأمر. فأعتقد وهذا استبعده في الظرف الراهن هو الرد بالمثل على مثل هكذا عملية. سيد عبد الفتاح، الرباط نفت هذه الاتهامات جملة وتفصيلا وقالت بأنها لن تنجر إلى حرب يبدو أن الجزائر تسعى إليها. اليوم إذا نظرنا إلى هذه الأزمة بقطع العلاقات الدبلوماسية، بإغلاق المجال الجوي، بوقف أنبوب الغاز، والآن الحديث عن استهداف مواطنين جزائريين، هل هذا يعني بأن التوتر سينتقل إلى مرحلة أكثر خطورة؟ والمغرب يعني منذ البداية لم ينجر إلى كل مهاترات الجزائر. موضوع الحرب من يلوح به ومن يريد أن يجر إليه المنطقة ومن يستثمر في الحرب وفي الإرهاب هم عسكر الجزائر. يعني المشكل المغرب ليس لديه مشكل مع الشعب الجزائري، المشكل لدى المغرب مع هذا النظام الجزائري من هؤلاء العواجيز أو هؤلاء العجزة، وبالتالي هم من يلوحهم بالحرب. رئيس الجزائر قالت صراحة تكلم عن تهديدات بالحرب وما إلى ذلك، لكن المسألة يعني تتصل ببعض المسائل التقنية وتفاصيل. يعني أنا بعض المغالطات التي قالها الأخ من موريتانيا، هذه المنطقة ليس اسمها مناطق محررة، هي في الأمم المتحدة اسمها منطقة عازلة شرق الجدار العازل ومنطقة فيها ألغام، وهذا مثبت في اتفاق وقف إطلاق النار. يعني يعني هذه مسميات بالقانون الدولي. هذه المنطقة هي منطقة تحت السيادة المغربية بكل يعني تفاصيلها. المغرب هو الذي يدير الصحراء المغربية، المغرب هو الموجود وهو الطرف الذي تتعامل معه الأمم المتحدة بكل ما يتعلق بالصحراء المغربية. وبالتالي حتى إذا ذهبنا إلى فرضية أنه المغرب يقوم بأي عمل عسكري من أجل الدفاع عن ترابه الوطني وعن دائرة حدوده الحقة فهو يقوم بدفاع شرعي، لأنه لا معنى لأن يدخل أي عسكري سواء من بوليزاريو أو من الجزائر إلى التراب المغربي أو الأرض المغربية وتتفرج القوات المسلحة المغربية. لكن المشكل الذي يتعلق بهاتين الشاحنتين يريدون عنوانا إنسانيا لكي يذهبوا نحو المزيد من التبرير لسياق الحرب من أجل نقله إلى الضفة الداخلية في الجزائر أو الجبهة الداخلية. وهذا حدث يعني مثلا حينما قتلوا السائقين، هناك أيادي جزائرية أيضا ومن البوليزاريو فيما يتعلق بقتل السائقين المغربيين في مالي. المغرب لم ينتهج نفس الأسلوب، لم يتهم الجزائر، معلم أن الأيادي واضحة لأنها تزامنت آنذاك مع وجود وزير الخارجية الجزائري وعقد اجتماعات في سفارة الجزائر في مالي. إذن المسألة الآن هو هناك نوع من التسخين الإعلامي لموضوع الحرب بدأت به بوليزاريو منذ أن قام المغرب حقيقة بتأمين معبر القرقرات أمام حركة المدنيين وحركة التجارة، وآنذاك بدأت يعني البوليزاريو تتكلم عن الحرب وتصدر البيانات الوهمية. المشكل يا سيدتي الفاضلة هل هو أنه هل تعني سيد يعني عبد الفتاح بأن الجزائر من مصلحتها سيد عبد الفتاح يتصرف كمسؤول وكذا، هل من مصلحة الجزائر التصعيد لدرجة المواجهة المسلحة؟ هل هذا ما تريد قوله؟
أنا الجزائر وقرار الحرب في هذه المنطقة هو هذا تسويق إعلامي تقوم به الجزائر من أجل الداخل الجزائري. لديها مشاكل داخلية، يعني سكان الجزائر لا يجدونها حتى يعني المواد الاستهلاكية الأساسية، حتى يعني العدس والبطاطس لا يجدونها. لديهم مشاكل داخلية يذهبون للتسويق الإعلامي. الحرب الجزائر يا أستاذة غير قادرة على أن تؤمن مواد الغذائية حتى وهي مستقرة، كيف ستقدر على حرب؟ الجيش الجزائري لم يتمكن حتى من إطفاء حرائق في غابات، هل سيقدر على حرب؟ إذن المسألة المنطقة ليس فيها أي مؤشر للحرب، هذا استهلاك إعلامي بائس وعناوين إنسانية مكذوبة ومسرحيات تحاك من أجل حرف الأنظار عن النقاش الحقيقي داخل الجزائر. لنتحول إلى السيد إسماعيل هنا. فاشل الآن، لديه مشاكل مع الداخل الجزائري وعلى أوبة يعني حراك اجتماعي يعني يأتي على الأخضر واليابس. في هذه الأزمة الجديدة موريتانيا تقول بأنها لا تريد أن يزج بها داخل هذه الأزمة بين المغرب والجزائر، أين هو موقع المغرب أصلا موريتانيا مما يجري اليوم سيد إسماعيل، إن كان سياسيا وإن كان أمنيا؟ موريتانيا تقاسمت الصحراء الغربية مع المغرب في اتفاقية مدريد إبان الانسحاب الإسباني كما هو معلوم، ولكنها انسحبت بشكل أحادي من إقليم وادي الذهب الذي كانت تسميه الولاية تيرس الغربية، ولاية تيرس الغربية، وانسحبت 79. ومنذ ذلك الحين وموريتانيا اعترفت يعني قبل بعد ذلك بثلاث سنوات بالجمهورية العربية الصحراوية وبقيت على مسافة واحدة. هذا هو الموقف الرسمي للجيش وللساسة الموريتانيين منذ 79 وحتى اليوم، هذا هو الموقف الرسمي والحياد الإيجابي أو الحياد المطبق أو ما يسميه الرئيس الحالي الحياد الفعال. وعرضت الوساطة بين الطرفين حين بدأ تملصت البوليزاريو من وقف إطلاق النار، وغير الجيش الملكي المغربي مواقعه في نوفمبر 2020 بأحزمة ترابية على الشريط الواقع بين الكيلومتر 55 من الوادبو ومعبر القرقرات، وبالتالي فالموقف الموريتاني موقف حيادي من هذا الصراع. لكن أريد أن أرد على أخي من المغرب أخي المحترم، لو كانت المناطق التي تقدرها الأمم المتحدة ب 20% من التراب الصحراوي البالغ 285 كيلومتر 1000 كيلومتر مربع، لو كانت هذه المناطق التي تقدر ب 20% غير خاضعة للبوليزاريو لما يعني وجدت المينيرسو أصلا، لأن المينيرسو هي بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير، معنى أن هنالك مشكلة. ولما عين الروسي إيفانكو ولما عين ديمستورا كمبعوث شخصي للأمم المتحدة، أنا لو لم تكن هنالك مشكلة لما جاءت الأمم المتحدة والقبعات الزرق، معنى أنه يكفينا من اللعب بالمصطلحات. هنالك مشكلة في الصحراء الغربية، الصحراء الغربية تخضع منها 80% لسيطرة مغربية بجدار عازل به مئات الملايين من الألغام يقدر ب 2700 كيلومتر. هذا الجدار العازل هو الذي يحمي الجزء الخاضع للسيطرة المغربية من ضربات جيش صحراوي الذي تسميه المغرب الميليشيا. هنالك الكثير من المصطلحات، مصطلحات خاصة بالمغرب ومصطلحات خاصة بالبوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية، وبالتالي إذا خضعنا لهذه المصطلحات مناطق عازلة مناطق محررة فإننا لن ندرك الحقيقة ولن نعرف الحقيقة أين هذا هي. يحلنا إلى نقطة وتقال من الطرف مهمة أريد أن أسأل عنها، ولكن المغاربة لا يخوضونها ولا يقولونها. دكتور توفيق، عن القرار الجديد الصادر عن مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، ما دلالات هذا القرار؟ أعتقد أنه الأمم المتحدة تريد أن انحازت إلى القرار المغربي ومحاولة إجبار الجزائر إلى أن تقف أن تجلس على طاولة المفاوضات باعتبارها طرفا في هذا النزاع، وهذا ما ترفضه الجزائر وترى بأنها ليست طرفا وإنما هي مراقب مثلها مثل موريتانيا. وتحاول المغرب من خلال هكذا سلوكيات أن تجبر الجزائر والضغط على الجزائر ومحاولة إظهار الجزائر بمظهر الدولة العدوانية كما يصفها إعلامها واللازمة التي يكررها دائما المحللين على القنوات العالمية. هذه في مجملها أن الهدف الأساسي من وراء كل هذه العمليات هو الضغط على الجزائر وإرغام الجزائر من أجل القبول بما تسميه المملكة المغربية بالأمر الواقع، في حين الموقف الجزائر كان منذ البداية واضحا بأنها تدعم الشعب الصحراوي في تقرير
مصيره، سواء قرر هذا المصير بالانضمام إلى المملكة المغربية أو اختار طريقا آخر وهو الاستقلال، وغير ذلك دون استفتاء شعبي من طرف السكان الأصليين لمنطقة الصحراء لا يمكن أن تكون أي نية للحل ولا تكون أي طريقة أو مسار لتحقيق الحل في الفترة اللاحقة. دعني فقط أريد أن أعلق على ضيفك من المغرب الذي يحاول في الخلط بالمصطلحات وبالعبارات، فتارة يرى بأن ما تقامت به المغرب هو عمل مشروع وأنه دفاع على الأرض، وفي مرحلة أخرى يرى بأن هذه تمثيلية جزائرية. أعتقد بأن الجزائريون لا يقتلون بعضهم البعض، وأن النظام السياسي الجزائري لا يقتل أبنائه من أجل أن يظهر بهذا الشكل، وهذا حجة أقل ما يقال منها بلهاء لا يمكن أن يصدقها حتى الطفل الصغير. في تقديري أن المغرب بسياستها والتي دائما أعيد وأكرر بأنها أصبحت مسلوبة السيادة، وأنها تريد خوض حرب بالوكالة لأطراف دولية أخرى، وتريد جر الجزائر من أجل استنزافها وتحقيق المراد التي تسعى إليه. هنا أريد أن أسأل السيد عبد الفتاح عن ملف الصحراء الغربية ومدى ارتباطه بالأزمة المستعرة بين الجزائر والمغرب، وكيف سيؤثر على هذا الملف في المرحلة المقبلة. موضوع الصحراء المغربية موجود في الأمم المتحدة، والمشكل عند الجزائر التي دائما تتبجح بأنها تدعم الشرعية الدولية وتدعم المسار الأممي وبأن القضية أممية. الآن الأمم المتحدة تقول لهم أنتم طرف، مجلس الأمن يقول للجزائر أنتم طرف في هذا النزاع، وأنتم من افتعلتم هذا النزاع في الحقيقة، افتعلته الجزائر، وتقول لهم تعالوا إلى الموائد المستديرة لكي يكون لكم دور إيجابي في حل هذا النزاع. الجزائر تريد الوضع أن يبقى على ما هو عليه. الجزائر غير قادرة لا على الحرب ولا على السلام في الحقيقة، يعني عندها معضلة بنيوية خطيرة جدا. بعض المغالطات التي يقولها الأخ الكريم من موريتانيا، يا أخي الكريم، مينورسو حينما تأسست منذ وقف إطلاق النار مهمتها الأساسية هي مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، أما موضوع الاستفتاء فكان متفقا عليه آنذاك، كان يتبناه، هو مشروع مغربي بالأساس، وكان الطرفان يتبنيان موضوع الاستفتاء. لكن لما أفشل الاستفتاء بالممارسات الصبيانية التافهة التي كان يقوم بها بوليزاريو من خلال إفسادهم لمسألة شيوخ تحديد الهوية، آنذاك الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن ومنذ أن أنهى جيمس بيكر مهمته بدأ النقاش نحو أنه الاستفتاء خيار غير عملي غير واقعي يستحيل، ومنذ 2007 مجلس واليوم الأمن تم تعيين مطلقا على موضوع الاستفتاء ولا تقرير المصير بعد هذا الكلام الفارغ. إذن القضية أمميا بعد فراغ طويل تم تعيين ستيفان ديمستورا مبعوثا جديدا، وهنالك دعوة من الجزائر للمغرب بسحب القوات من الصحراء. لا يمكن، هذا كلام فارغ. من الجزائر تقول انا لست طرفا وتوجه كلاما الى ديمستورا، يعني ما هذا التناقض؟ اذا كنتم لستم طرفا على الاقل موريتانيا في الحياد الايجابي، لكن الضيف الاخ الكريم ليس محايدا، يعني يتكلم بمنطق الجزائر. موريتانيا على الاقل لا تفعل ما تفعله الجزائر، يعني لا توجه خطابا الى ديمستورا لكي تتدخل في مهمته وتفشلها، لا تدعم بوليزاريو بالاسلحه وبالاموال وتعطيهم جوازات سفر دبلوماسيه وكل هذا الكلام. اذا المشكل هو أن الصحراء مغربية بالتاريخ بالوقائع بالقانون الدولي المسار الأممي، كل ما كرس حقوق المغرب كل ما وجدنا الجزائر تنتج بيانات إدانة للأمم المتحدة. نعم. المشكلة هو أنه الآن هؤلاء الجهابذة أصبحوا يفهمون في القانون الدولي أكثر من الأمم المتحدة. سيد إسماعيل، السؤال الأخير لحضرتك، يعني تسير في اتجاه الشرعية الدولية وحقوق المغرب، يطالبون يعني بمسارات أخرى كإقحام مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي. فيما يتعلق ببعض النقطة، يعني نقطة مغالطة أثارها الأخ أيضا من موريتانيا، هي أنه حينما اقتسمت الصحراء بين يعني المغرب وبين موريتانيا كان هذا السياق استكمال تحرير بالنسبة للمغرب. لا يمكن اليوم أن نتكلم عن ألمانيا أنه ألمانيا شرقية وألمانيا غربية. سؤال أخير للسيد إسماعيل، تحرير يتطلب التمرحل عن نوع من الوساطة يمكن أن تقوم بها موريتانيا في هذه المرحلة لتبريد النار المستعرة بين الجزائر والمغرب. أنا يبدو أنني مشبوح بينك وبين الأخ المغربي، لكن سأجيبك أنت أولا إكراما لاستضافتك ثم أرد عليه هو بكل ليس معنى بكل الكثير من الوقت. أنا أتفهم إكراهات القمر الصناعي، لكن شوفي موريتانيا هي امتداد ثقافي
وألسوني وحضاري للمجتمع المغربي والمجتمع الجزائري، وهنالك الكثير من الوشائج، وموريتانيا هي ذخر وذخر للدبلوماسية في البلدين، ويمكن أن تشكل جزءا من الحل للمحور المتوتر بين الرباط والجزائر، وكذلك حتى الوساطة بين البوليزاريو والمغرب. لكن موريتانيا تنخرط في المسلسل الأممي وتنتظر من يعول عليها ومن يطلب منها الوساطة، وقد عرضتها بشكل رسمي أكثر من مرة. هذا هو الموقف الموريتاني. انتهى وقتنا بشكل كامل، انتهى وقت هذه الحلقة. أريد أن أشكر جميع ضيوفي، عذرا للمقاطعة، سيد إسماعيل الشيخ سيديا من نواكشوط الصحفي والمحلل السياسي من الجزائر العاصمة أيضا، أستاذ العلوم السياسية الدكتور توفيق بوقعدة، ومن الرباط الباحث في العلوم السياسية عبد الفتاح نعوم. أشكركم جميعا، وأشكر مشاهدينا لطيب المتابعة. دمتم وإلى اللقاء.